شوف شي واحد اش كتشوف غير هذا كيشتير انا هو الزر لا عندي ما نسير كوكو الله يرضي عليك انا جاي معاك الله يرضي عليك ايا الو اتربيسا عاود زيد تمتاز جبال الأطلس بوجود أنواع مهمة من الشلالات، نذكر منها شلالات أوزون. تتساقط مياهه من علو شاهق يبلغ ارتفاعه نحو 100 متر، في مشهد رائع يثير الإعجاب والدهشة. وحضور الماء إلى جانب الغابات والمزروعات الفلاحية كان له ارتباط كبير بظهور القرد بهذه المناطق. هذا النوع من القردة هو الوحيد الموجود بشمال إفريقيا، تم استيطانه في بداية القرن الماضي بمضيق جبل طارق من طرف الإنجليز. أهم ميزة تميز هذه القردة هي انعدام الزيت. تعيش في مناطق جبلية مهمة نذكر منها أزرو، إفران، أوريكا. وتمتد جبال الأطلس من بني ملال غربا إلى مضيق تاز شرقا، مكونة جبالا تعتبر أعظم مستودع طبيعي لخزن مياه الأمطار. هذه المياه تلعب دورا كبيرا في خلق أراض زراعية مهمة يستغلها السكان لحرث عدد من المنتجات الفلاحية. من أهم هذه المنتجات نذكر الجوز، والذي يزرع عند سفوح المرتفعات حيث التربة الصالحة لزراعة الأشجار ملائمة، وحيث المنطقة مؤهلة طبيعيا لهذا النوع من المنتوج. إن الجوز يشكل مصدرا مهما من مصادر تغذية القردة التي تستهلكه بشكل كبير. إن الجوز هو الأكل المفضل للقردة التي تتميز بقوة أسنانها والتي تساعدها على كسر الجوز رغم صلابته. إن القردة بشكل عام تسبب مشاكل كثيرة لسكان مناطق الأطلس لأنها تستهلك أو تعبث بمنتوج يشكل مصدرا مهما لعيش السكان. للقرد تقنية خاصة في تسلق الجبال والأشجار أيضا. هذه التقنية متمثلة في قوة الساعدين وخفة الجري في الصعود والنزول. خصوصا وأن هذه الخفة تتولد مع القرد منذ بداية نموه لتكون الأشجار الوارثة بالجوز المساعد الكبير لنمو عضلات جسمه.
إن الجوز يشكل منتوجا مهما تتقاسمه القردة مع سكان مناطق جبال الأطلس الممتدة على حدود البصر. من بين الخصائص التي تميز القردة حدة البصر وقوة الجسم اللذان تظهر ملامحهما منذ الصغر لتكبر لحظة بلحظة أمام توفر المأكل والمشرب والأشجار المثمرة بأهم المنتوجات الفلاحية التي تتوفر عليها منطقة الأطلس. وقد يحدث أن تهبط القردة إلى المناطق المنبسطة حيث تزرع أنواع مهمة من المنتوجات الفلاحية، وحيث المياه تشكل جانب إغراء وإثارة نجدها ترعى حسب الرغبة والاشتهاء. إن للسلسلة الأطلسية ميزة المناخ المعتدل والجاف الصالح للفواكه والزراعات المهمة، حيث تنتصب جبال الأطلس بكل شموخ لتمنح الدفء والحياة للقردة المنتشرة في ربوعها. تشكل القردة مجموعة مكونة تقريبا من 20 إلى 30 قردا، غالبا ما تكون مسيرة من طرف ذكر قوي. كذلك إن لون القردة البني يساعدها كثيرا على الاختفاء والتربص. هذا اللون الذي يأخذ مثيله من الجبال والصخور لا تستطيع معه التمييز بين الصخر والقرد إذا لم يتحرك. من مميزات المجموعات المكونة للقردة هي وجود سلطة ما بين القرد القوي والقردة الأخرى، ففي كل مجموعة هناك ذكر قوي ومعه 4 أو 5 إناث. إنه حارسها الأول والمترقب لأي خطر من الأخطار المحيطة بها. وما دام هو صاحب سلطة فهو الأول في الأكل والتناسل مع مجموعة معينة من الإناث التي يختارها بمحض إرادته. إن القرد الرئيس هو صاحب الصرخة الأولى وهو المسؤول الأول عن أمن المجموعة. فحينما ترى باقي المجموعات الأخرى القرد الرئيس فإنها تهرب مبتعدة له عن أمكنة الأكل والشرب حتى ينتهي. عندها تستأنف القردة أكلها ومداعبة أطفالها الصغار. إن الذكر القوي هو الساهر على تنظيم الحياة داخل محيط القردة، هو الذي يأخذ مركز الصدارة في المجموعة. إنها تركيبة حيوانية مثيرة للدهشة تسير بواسطة الغريزة الوحشية لقردة الجبال.
وقد يختلف الأكل ما بين القردة المتوحشة والمروضة. هذه الأخيرة التي تضطر بعد صيدها للعيش مع البشر والتأقلم مع محيطه البشري. إن نوعية الأكل عند القردة لا تقتصر على الجوز وبعض المزروعات الأخرى، بل إنه يتجه أحيانا إلى أكل نباتات أرضية وأوراق الأشجار التي تساعده بطريقة أو بأخرى على هضم ما أكله من جوز وحبوب وذرة. إنها أوريكا، تحفها الأشجار والعيون الدافقة حيث تنتشر مجموعة من القردة، وحيث نتتبع رحلة صياد ومروض القردة إدري. يا رب الجبل اللي كاين مع الجيل، غادي نحنا ندوزو من الوسط ديالو، ومن عندوزو من الوسط ديالو غادي يمكن غادي نلقاهم دايزين مع الواد. يلا زيد اسيدي بسم الله. إنها رحلة قد تطول أو تقصر حسب سخاء الطبيعة على الصياد. يتسلق الجبل لتدوم الرحلة على الأقل 3 أو 4 أيام. يرقب هبوط القردة للشرب أو الأكل، خصوصا وأنها الفرصة الملائمة للقبض عليه. إن القردة تنهمك في الأكل بشكل كبير، وهي مطمئنة بأن الخطر بعيد كل البعد عنها، لذلك نراها لا تعبأ سوى بأكلها. يناهز عمر المروض إدريس 30 سنة. بدايته كانت ممارسة ألعاب القوى، وبعد أن عرف جيدا خبايا وصفات القرد كما يقول أصبح مروضا لها. إن عملية صيد القردة تحتوي على مجموعة من المخاطر، فالصياد في غالب الأحيان يغامر بحياته من أجل اصطياد قرد واحد. وفي طريق العودة يبدأ المروض إدريس بالمراحل الأولى لتدريب القرد المصطاد،
اجي اطلع شي شويه نسرحك هكاك. ايوا دابا كوكو خصك تتعلم تنعس على كرشاك، ما تخاف والو، هكا غادي دير ها نعس هكاك. وسرح هاد الرجل شي شويه ليها اللور، هادي ها هي سرحها سرحها هكاك. دابا درتيها مزيانه، دابا ديما نسالك راسك خفيف شي شويه، ودابا خصك تنط تنعس لنا على ظهرك. يلا نوض عاود حاول تشوف. لا لا ماشي بحال كوك، تكا على هاد الجهه هادي، ديما تكا عليها بحال كوك. إنها مرحلة الاستئناس بالبشر بعد مدة تدريب قد تدوم 6 أو 7 أشهر. يلا نوض، يتعود خلالها القرد على الأكل الذي يقدم له مروده. نوض لهاد الجهه، دور وجهك فيا أنا، هاد اللي ديا هادي خصك تولي ديرها على راسك بحال كوك. ملي نقول لك عطيني السلام توقف وتشوف فيا وتعطيني السلام. لا حالو ايوا دابا قلت لك غادي تخلي اللي ديا هادي هكا ديرها فوق راسك، ودروك بغيتك توقف شي شويه تعلم توقف، ماشي تعطيني السلام انا بحال هكا واقف هكا. غادي توقف، وقف ايوا وقف وقف وقف، والجهد تولي ديريه هنا، هنا دير شي شويه الجهد، وهنا دير الجهد، واللي ديا هنا تحطها، وهنا تحط هذه وحده هنا وحده تعطيني بها السلام بحال هكا هكا. شوف فيا انا، دير بحالي انا، يلا خاصك ديرها هكا فوق راسك، ديرها فوق راسك. ايوا كتبري على العصا، ها كتبري على العصا، ما كاينش المزاح. دير هادي قلت لك فوق راسك، ديرها فوق راسك هاديك، عاود خليها تما، كون تسمع مني شويه ما تكونش راسك ثقيل، فهمتيني؟ ربيز هاكاك. ايوا عاود شد هنا، عاود واحد جوج ثلاثه، عاود ورينا شي شويه الترابيز، واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، عاود وحدة أخرى، واحد جوج ثلاثة. هدر الله كيتسمى الشطيح، كيتسمى الشطيحة كوكو. دير هاد اللي ديا هنا وهادي هنا وهادي، غتولي ما تخاف والو. قلت لك وقف وقف، هانت أيا شوف شوف فيا، وقف على رجليك وشوف فيا، غتولي هانت راه ساهلة مهلة، ساهلة مهلة. ها كوكو هز هادي حط هادي، هز هادي عاود حط هادي، هز هادي حط هادي، هز هادي حط هادي. يلا زيد نشوف، زيد نشوف، انا نضرب الموسيقى. يلا هز هادي وحط هادي، يلا وقع ما هزيتي لا هادي لا هادي، هز هادي ولا حط هادي، زيد 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 شي شويه تحرك، قد ما كتحرك باش ها عندي ما نتسالك وعقلك خفيف شي شويه. راه نضحكوا على شي ضحكه، يلا دير هذاك على واحد عندي ما نتسالك صاحبي، خد غادي تعلم، غادي نعلمك مزيان، غادي نعلمك مزيان، نتايا انت علاش راجل مزيان ها، غادي نعلمك، غتصنع النمره واحد تولي صحيح، راه سهله مهله. لا 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 ماشي هذاك هو الشرح، ماشي هو هذاك، شد هنا، هنا كيخصك تولي تحاول تشد هنا وتشد هنا، وقف على رجليك ديما بالصدرك الفوق، وديما انت سهلة مهلة يبقى بحال كوك، بقى بحال كوك. لا 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 ماشي السرح كيقعد، ماشي كيقعد الارض، كيبقى واقفين وقف. في طريق العودة يستأنف المروض تدريب القرد وتعويده على صوت صاحبه حتى يستأنس القرد أكثر بالمروض إدريس. ايوا دابا عاود الفتحة، دابا غايدير لكم الفتحة، يلا دير اسيدي بجيدك بجوج سبحة، اجي دابا اجي دير الدعوة، ها يلا دير الدعوة على 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 يديك، اش خصك؟ قالك خاصو الصباط، ما قالو دير الصباط،
هذاك ولا يشرب السبان. يا 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 من هو صاحبك في هذا يسلم عليه وريحوا بلايسكم، وصاحبك غادي يمشي عنده ويسلم عليه من يدو ليدو صافي. يلا زيد سلم لنا صاحبك وقول وقول زيد سلم على هذا قول لي لاباس هو الاول هذا لاباس. هيا سلم على هذا هو قول لي لاباس صافي. زيد سلم على هذا هو قول لي لاباس وسلم عليه بحال ما تسلم على البشر. سلم على هذا. بعد أن يتأقلم القرد مع جو البشر بالتدريب المتعب والشاق من جهة وتغيير الأكل وتعليمه حركات الإنسان من جهة أخرى، وبعد مواجهة قد تصعب أحيانا، فإن المرود إدريس يحمله إلى ساحة جمع الفناء قصد استغلاله. إنها ساحة جمع الفناء، مراكش تبوح بأسرارها. حينما يزدحم المكان بالمارة وحركات البيع والشراء تتكاثر لحظة بلحظة، وصوت الموسيقى حينما يمتجز بأصوات الباعة والمارة يشكل نسيج إثارة من نوع خاص. أمام هذا الزخم من البشر يظهر المرود إدريس وقرده الذي يمارس أنواع الإثارة برهبة أو على مضض. هكذا هي العلاقة، هل هي حمية أم عدائية؟ يظل السؤال مطروحا.
تمتاز جبال الأطلس بوجود أنواع مهمة من الشلالات، نذكر منها شلالات أوهو. تتساقط مياهه من علو شاهق يبلغ ارتفاعه نحو 100 متر في مشهد رائع يثير الإعجاب والدهشة. وحضور الماء إلى جانب الغابات والمزروعات الفلاحية كان له ارتباط كبير بظهور القرد بهذه المناطق. هذا النوع من القردة هو الوحيد الموجود بشمال إفريقيا، تم استيطانه في بداية القرن الماضي بمضيق جبل طارق من طرف الإنجليز. أهم ميزة تميز هذه القردة هي انعدام الذيل. تعيش في مناطق جبلية مهمة نذكر منها أزرو، إفران، أوريكا. وتمتد جبال الأطلس من بني ملال غربا إلى مضيق تازو شرقا، مكونة جبالا تعتبر أعظم مستودع طبيعي لخزن مياه الأمطار. هذه المياه تلعب دورا كبيرا في خلق أراضٍ زراعية مهمة يستغلها السكان لحرث عدد من المنتوجات الفلاحية. من أهم هذه المنتوجات نذكر الجوز، والذي يزرع عند سفوح المرتفعات حيث التربة الصالحة لزراعة الأشجار ملائمة، وحيث المنطقة مؤهلة طبيعيا لهذا النوع من المنتوج. إن الجوز يشكل مصدرا مهما من مصادر التغذية من مميزات المجموعات المكونة للقردة هي وجود سلطة ما بين القرد القوي والقردة الأخرى، ففي كل مجموعة هناك ذكر قوي ومعه 4 أو 5 إناث. إنه حارسها الأول والمترقب لأي خطر من الأخطار المحيطة بها. وما دام هو صاحب سلطة فهو الأول في الأكل والتناسل مع مجموعة معينة من الإناث التي يختارها بمحض إرادته. إن القرد الرئيس هو صاحب الصرخة الأولى وهو المسؤول الأول عن أمن المجموعة. حينما ترى باقي المجموعات الأخرى القرد الرئيس فإنها تهرب مبتعدة له عن أمكنة الأكل والشرب حتى ينتهي. عندها تستأنف القردة أكلها ومداعبة أطفالها الصغار. إن الذكر القوي هو الساهر على تنظيم الحياة داخل محيط القردة، هو الذي يأخذ مركز الصدارة في المجموعة. إنها تركيبة حيوانية مثيرة للدهشة، ف
تسير بواسطة الغريزة الوحشية لقردة الجبال. وقد يختلف الأكل ما بين القردة المتوحشة والمروضة. هذه الأخيرة التي تضطر بعد صيدها للعيش مع البشر والتأقلم مع محيطه البشري. إن نوعية الأكل عند القردة لا تقتصر على الجوز وبعض المزروعات الأخرى، بل إنه يتجه أحيانا إلى أكل نباتات أرضية وأوراق الأشجار التي تساعده بطريقة أو بأخرى على هضم ما أكله من جوز وحبوب وذرة. القردة التي تستهلكه بشكل كبير. إن الجوز هو الأكل المفضل للقردة التي تتميز بقوة أسنانها والتي تساعدها على كسر الجوز رغم صلابته. إن القردة بشكل عام تسبب مشاكل كثيرة لسكان مناطق الأطلس لأنها تستهلك أو تعبث بمنتوج يشكل مصدرا مهما لعيش السكان. للقرد تقنية خاصة في تسلق الجبال والأشجار أيضا. هذه التقنية متمثلة في قوة الساعدين وخفة الجري في الصعود والنزول. خصوصا وأن هذه الخفة تتولد مع القرد منذ بداية نموه لتكون الأشجار الوارثة بالجوز المساعد الكبير لنمو عضلات جسمه. إن الجوز يشكل منتوجا مهما تتقاسمه القردة مع سكان مناطق جبال الأطلس الممتدة على حدود البصر. من بين الخصائص التي تميز القردة حدة البصر وقوة الجسم اللذان تظهر ملامحهما منذ الصغر لتكبر لحظة بلحظة أمام توفر المأكل والمشرب والأشجار المثمرة بأهم المنتوجات الفلاحية التي تتوفر عليها منطقة الأطلس. وقد يحدث أن تهبط القردة إلى المناطق المنبسطة حيث تزرع أنواع مهمة من المنتوجات الفلاحية، وحيث المياه تشكل جانب إغراء وإثارة نجدها ترعى حسب الرغبة والاشتهاء.
إن للسلسلة الأطلسية ميزة المناخ المعتدل والجاف الصالح للفواكه والزراعات المهمة، حيث تنتصب جبال الأطلس بكل شموخ لتمنح الدفء والحياة للقردة المنتشرة في ربوعها. تشكل القردة مجموعة مكونة تقريبا من 20 إلى 30 قردا، غالبا ما تكون مسيرة من طرف ذكر قوي. كذلك إن لون القردة البني يساعدها كثيرا على الاختفاء والتربص. هذا اللون الذي يأخذ مثيله من الجبال والصخور لا تستطيع معه التمييز بين الصخر والقرد إذا لم يتحرك. إوا دابا كوكو خصك تعلم تنعس على كرشاك، ما تخاف والو، هكا غادي دير. ها نعس. هكاك وسرح هاد الرجل شي شوية ليا اللور. هادي ها هي، سرحها سرحها هكاك. دابا درتيها مزيانة، دابا ديما نسالك راسك خفيف شي شوية، ودابا خصك تنط تنعس لنا على ظهرك. يلاه نوض عاود حاول تشوف. لا لا ماشي بحال كوك، تكا على هاد الجهة هادي، ديما تكا عليها بحال هكا. إنها مرحلة الاستئناس بالبشر بعد مدة تدريب قد تدوم 6 أو 7 أشهر. يتعود خلالها القرد على الأكل الذي يقدم له مروضه. نوض لهاد الجهة، دور وجهك فيا أنا. هاد اليدية هادي خصك تولي ديرها على راسك بحال هكا. ملي نقول لك عطيني السلام توقف وتشوف فيا وتعطيني السلام. لا بحال هكا. إوا دابا قلت لك غادي تخلي هاد اليدية هادي هكا ديرها فوق راسك، ودروك بغيتك توقف شي شويه تعلم توقف، ماشي تعطيني السلام انا بحال هكا واقف. هكا غادي توقف، وقف. ايوا وقف وقف وقف. والجهد تولي ديريه هنا، هنا دير شي شويه الجهد، وهنا دير الجهد، واللي ديه هنا تحطها، وهنا تحط هذه وحده هنا وحده تعطيني بها السلام بحال هكا. هكا شوف فيا انا، دير بحالي انا. يلا خصك ديرها هكا فوق راسك، ديرها فوق راسك. ايوا كتبري على العصا. ها ما تبري على العصا، ما كاينش المزاح. دير هادي قلت لك فوق راسك، ديرها فوق راسك هاديك. عاود خليها تما، كون تسمع مني شويه، ما تكونش راسك ثقيل، فهمتيني؟ ربيز هاكاك. ايوا عاود شد هنا، عاود واحد جوج ثلاثة، عاود ورينا شي شوية الترابيز. واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، عاود وحده اخرى، واحد جوج ثلاثه. هذا الله كيتسمى الشطيح، كيتسمى الشطيحه كوكو. دير هاد اللي ديه هنا وهادي هنا، وهادي غتولي ما تخاف والو. قلت لك وقف وقف. انت هيا شوف، شوف فيا، وقف على رجليك وشوف فيا، غتولي ها انت. راه سهله مهله، سهله مهله. ها كوكو هز هادي، حط هادي، هز هادي، عاود حط هادي، هز هادي، حط هادي، هز هادي، حط هادي. يلا زيد نشوف، زيد نشوف، انا نضرب الموسيقى. يلا هز هادي وحط هادي. يلا وقع، ما هزيتي لا هادي لا هادي، هز هادي ولا حط هادي. زيد 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 شي شويه تحرك، قد ما كتحرك باش كت ها عندي ما نتسالك، وعقلك خفيف شي شويه. راه نضحكوا على شي ضحكه. يلا دير يدك على ها عندي ما نتسالك صاحبي، خد غادي تعلم، غادي نعلمك مزيان، غادي نعلمك مزيان. نتايا انت علاش راجل مزيان؟ ها غادي نعلمك، غاتصنع النيميرو واحد تولي صحيح. راه سهله مهله. لا 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 ماشي هذاك هو الشرح، ماشي هو هذاك. شد هنا، هنا كيخصك تولي تحاول تشد هنا وتشد هنا، وقف على رجلك ديما بالصدرك الفوق وديما. ها انت سهله مهله. يبقى بحال كوك، بقى بحال كوك. لا 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 ماشي السرح كيقعد، ماشي كيقعد الارض، كيبقى واقفين. وقف في طريق العودة. يستأنف المروض تدريب القرد وتعويده على صوت صاحبه
حتى يستأنس القرد أكثر بالمروض إدريس. أيوه أيوه الريس. إنها أوريكا، تحفها الأشجار والعيون الدافقة، حيث تنتشر مجموعة من القردة، وحيث نتتبع رحلة صياد ومروض القردة إدري. يا لك جبل لك المجي، قالوا احنا ندوزو من الوسط ديالو، هنا ندوزو من الوسط ديالو. غادي يمكن غادي نلقاو مدوزين مع الواد. يلا سيدي سيدي بسم الله. إنها رحلة قد تطول أو تقصر حسب سخاء الطبيعة على الصياد. يتسلق الجبل لتدوم الرحلة على الأقل 3 أو 4 أيام. يرقب هبوط القردة للشرب أو الأكل، خصوصا وأنها الفرصة الملائمة للقبض عليه. إن القردة تنهمك في الأكل بشكل كبير، وهي مطمئنة بأن الخطر بعيد كل البعد عنها، لذلك نراها لا تعبأ سوى بأكلها. يناهز عمر المروض إدريس 30 سنة. بدايته كانت ممارسة ألعاب القوى، وبعد أن عرف جيدا خبايا وصفات القرد كما يقول، أصبح مروضا لها. إن عملية صيد القردة تحتوي على مجموعة من المخاطر، فالصياد في غالب الأحيان يغامر بحياته من أجل اصطياد قرد واحد. وفي طريق العودة يبدأ المروض إدريس بالمراحل الأولى لتدريب القرد المصطاد. سرحك هكاك يثير الإعجاب والدهشة. وحضور الماء إلى جانب الغابات والمزروعات الفلاحية كان له ارتباط كبير بظهور القرد بهذه المناطق. هذا النوع من القردة هو الوحيد الموجود بشمال إفريقيا.
تم استيطانه في بداية القرن الماضي بمضيق جبل طارق من طرف الإنجليز. أهم ميزة تميز هذه القردة هي انعدام الزيت. تعيش في مناطق جبلية مهمة نذكر منها أزرو، إفران، أوريكا. وتمتد جبال الأطلس من بني ملال غربا إلى مضيق تاز شرقا، مكونة جبالا تعتبر أعظم مستودع طبيعي لخزن مياه الأمطار. هذه المياه تلعب دورا كبيرا في خلق أراضي زراعية مهمة يستغلها السكان لحرث عدد من المنتوجات الفلاحية. من أهم هذه المنتوجات نذكر الجوز، والذي يزرع عند سفوح المرتفعات حيث التربة الصالحة لزراعة الأشجار ملائمة، وحيث المنطقة مؤهلة طبيعيا لهذا النوع من المنتوج. إن الجوز يشكل مصدرا مهما من مصادر تغذية القردة التي تستهلكه بشكل كبير. إن الجوز هو الأكل المفضل للقردة التي تتميز بقوة أسنانها والتي تساعدها على كسر الجوز رغم صلابته. إن القردة بشكل عام تسبب مشاكل كثيرة لسكان مناطق الأطلس لأنها تستهلك أو تعبث بمنتوج يشكل مصدرا مهما لعيش السكان. للقرد تقنية خاصة في تسلق الجبال والأشجار أيضا. هذه التقنية متمثلة في قوة الساعدين وخفة الجري في الصعود والنزول. خصوصا وأن هذه الخفة تتولد مع القرد منذ بداية نموه لتكون الأشجار الوارثة بالجوز المساعد الكبير لنمو عضلات جسمه. إن الجوز يشكل منتوجا مهما تتقاسمه القردة مع سكان مناطق جبال الأطلس الممتدة على حدود البصر. من بين الخصائص التي تميز القردة حدة البصر وقوة الجسم اللذان تظهر ملامحهما منذ الصغر لتكبر لحظة بلحظة أمام توفر المأكل والمشرب والأشجار المثمرة بأهم المنتوجات الفلاحية التي تتوفر عليها منطقة الأطلس. شوف شي واحد اش كتشوف؟ فين هذا؟
كيفاش داير؟ هلا هو الدار؟ لا عندي ما ننسى البوبو. الله يرضي عليك. أنا ندعي معاك. الله يرضي عليك. أيوا، ألو، أتربيزا. عاد زيد. تمتاز جبال الأطلس بوجود أنواع مهمة من الشلالات، نذكر منها شلالات أوهو. تتساقط مياهه من علو شاهق يبلغ ارتفاعه نحو 100 متر في مشهد رائع. وقد يحدث أن تهبط القردة إلى المناطق المنبسطة حيث تزرع أنواع مهمة من المنتوجات الفلاحية، وحيث المياه تشكل جانب إغراء وإثارة نجدها ترعى حسب الرغبة والاشتهاء. إن للسلسلة الأطلسية ميزة المناخ المعتدل والجاف الصالح للفواكه والزراعات المهمة، حيث تنتصب جبال الأطلس بكل شموخ لتمنح الدفء والحياة للقردة المنتشرة في ربوعها. تشكل القردة مجموعة مكونة تقريبا من 20 إلى 30 قردا، غالبا ما تكون مسيرة من طرف ذكر قوي. كذلك إن لون القردة البني يساعدها كثيرا على الاختفاء والتربص. هذا اللون الذي يأخذ مثيله من الجبال والصخور لا تستطيع معه التمييز بين الصخر والقرد إذا لم يتحرك.